السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام. زي ما ندى كانت معوداكم اي فيديو نبتدي كده بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب يا جماعة الخير كده من قلبكم. بص، لو طلعتي في اي وقت لو طيورك وما لقيتهمش مستنينك كده وملهوفين على الاكل يبقى انت بتربي غلط. الطيور لازم تجوع، مش معنى ان هي لازم تجوع ان احنا بصي نخليها بصي تشتكينا للعمدة ان احنا نجوعها قوي، لا، خير الامور الوسط، ولا تشبعي الطير قوي ولا تجوعي الطير قوي. الطير لازم يجوع كده عشان بص ياكل على حصوله فاضيه كده، ياكل يملى معدته ويبان عليه الاكل. طبعا انا مجهزه لهم بصوا خلطه محترمه كده، بطاطا وقتة، مقطعة لهم كده خضرة، عاملة كمية محترمة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نزود لهم كده حاجة تانية. والله اختكم بصوا الايام اللي فاتت دي كانت احوالها النفسية وكل حاجة مش تمام، فكنت مقصرة صراحة مع طيوري وحاجتي، بس الحمد لله فضل دعواتكم فضل حبكم لينا. الخلطة يا جماعة، بص الخضرة، اي خضرة موجودة عندك، على بطاطا، على قتة. انا طبعا الايام اللي بتبقى الخضرة فيها مش موجودة بحط عيش، بس الخضرة دي موجودة عندي من امبارح بالليل كده جاهزة، فقلت طبعا احطها لهم كده. بس كلها سوائل كده حلوة تطر على رقهم كده وهم بياكلوا. انا طبعا الروتين النهاردة مش هيبقى صعب قوي معاكم يعني ولا تيل، ما فيهوش اي حاجة جديدة، بس انا كنت فاتحاه عشان اشكركم جميعا على كلامكم اللي زي العسل ودعواتكم الحلوة ودعمكم ليا وتشجيعكم ليا. والله والله انا بجد فعلا يعني كان اخر فيديو اللي انتوا شفتوه على القناة هو ده فعلا كان هيبقى اخر فيديو بالنسبة ليا، فالواحد فعلا ما كنتش هصور تاني، كنت هسيب المجال ده خالص واطلع منه. كنت والطيور دي كلها يعني بالكاد بالفعل يعني بعت منها طيور. حتى لو تلاحظوا بصوا فين الرومي، مفيش الا الرومي اللي موجود قدامكم دول، ان تايفين الكبار اهو اللي عيدهم العافيه يعني من كتر البيض. لسه طبعا بصوا النتايه بتقلش اهي، بتجدد ريش، فهي قدامها شويه على ما تبيض، والحمد لله ان هي بتريح، يكون الحر ده راح. بعت الرومي كل اللي عندي، حتى الصغير اللي كان مع السمان بعته. الواحد يا جماعه بصوا الواحد لما نفسيته بتقف من كل حاجه خلاص، حتى على ابسط الامور بتلاقي تراكمات وضغوط، وبصوا كل الحاجات السيئه اللي حصلت في حياتك بتفتكرها في الوقت دوت، فبتاخدي موقف فعلا اي قرار بيتاخد في وقت زعل ده ممكن ياثر عليكي جدا ويخسرك حاجات كتير. وانا عن نفسي يا ندى انا عايزه اقول لكم ان انا ما كانش في دماغي اي خساره ليا غير ان انا خلاص هقفل القناه. مشروع الفقاسه مش هيتم، الفقاسه رجعت لاصحابها وخلاص على كده. اخلي فرختين لبيتي، نتايه واحده من الوز مع ذكر، ذكر واحد من البط مع نتايه. كنت هصفي كله وكنت هربي بسيط بقى القليل اللي اقدر اكفيه ويديني انتاج، الحاجه مش بكترتها. فالحمد لله ان انا بصوا في اخر لحظه السمان حد اتكلم عليه، الحمام حد اتكلم عليه، وخلاص اتفقنا على اسعار وبتاع وخلاص الدنيا بصوا. بس والله والله في ناس انا ما كنتش مستنيه منها دعم ولا كنت مستنيه منها كلمه حلوه ولا مستنيه منها ان هي تشجعني، لقيتهم داخلين لي والمكالمات بص لحد ما شركه الاتصالات كده كانت بتفصل المكالمه، اي باقه طبعا انتوا عارفين هي بتتم ساعه كده وتفصل،
فالمكالمه تفصل ورجع يرن تاني، المكالمه تفصل ورجع يرن تاني، او مكالمه نصها يبقى نكت كده، احكي اللي فيا، احكي ظروفي، احكي اللي انا حاسه بيه، وهم برضو في وسط الكلام كده بيبقوا معايا بكلمه حلوه وبرضو ضحكه بتاع. بصوا طلعوني من المود اللي انا فيه. وفعلا الخساره الوحيده اللي كنت هخسرها هو انتوا والله، ما كانش طيور ولا كان قناه ولا اي حاجه من دي خالص، معرفه الناس كنوز. انتوا الخساره الوحيده اللي ندى كانت هتخسرها. فالحمد لله ولله الحمد، الواحد من حب ربه حب فيه عبده، وانا الحمد لله ولله الحمد كل اللي معايا على القناه بيحبوني ودعموني بكلامهم ودعواتهم اللي زي العسل ديت، واللي بره القناه برضو في ناس انا بشكرها جدا جدا من كل قلبي والله، متحرمش منهم ابدا ابدا، ويا رب نفضل مع بعض كده ان شاء الله. الفرقه اللي هناك دي اللي كانت راقده، بص حاسه برضو ان هي نفشه ريشها لسه كده، وعايزه تورد حميها تاني النهارده، غطسها بجرده الميه. فالحمد لله. طبعا ومش هتلاقوا تغييرات كتير على السطح، لان بصوا عامله ازاي، بتروح ترقد على الفاضي على فكره، دي همسكها واحميها اغطسها بجرده الميه كده مره والتانيه والتالته لحد ما تنسى خالص. مش هتلاقوا تغيرات جديده ولا اي حاجه على السطح، لان انا كنت موقفه كله، حتى الناس اللي سالتني عن السلكات عملتيها، البطاريات بصوا، والعشه بصوا، السلك انا من ساعه ما جبته مرمي على السطح كده، والعشه زي ما هي ما فيش اي جديد. هنا مكان الخضره اللي كنت رميها له من بال. طبعا مش هكنسها دلوقتي، هكنسها اخر النهار عشان لو فيها حاجه. في كلكم عايزين ترقدوا ولا ايه؟ الحر مفرهد الطيور. بص طبعا الطيور اللي عندي في العشش انا عامله لها برضو هنا خلطه، هي الخضره برضو والبطاطا والقته، ودي عشه الارانب. الناس اللي بتقول لي يا ندى تربيه الارانب بتجيب الجرب، تربيه الارانب بتجيب الجرب لو انت المكان بتاعك مش مولياه باستمرار. بصوا الكيس ده بقاله كام يوم كده، بقاله 3 ايام الكيس ده كان جوه هنا، ارنبه خدته ودخلته، والنهارده بصوا حاسه ان فيه كبتة ريش جديده كده اهي، ان شاء الله وشكم يبقى حلو عليا وربنا يسهل كده، وارنبه تبدا تولد معانا كده ويبقى وشكم زي العسل عليا كده. ده المكان بتاع الارنب يا جماعه، ومش مقفل عليه. بصوا في فتحتين هنا، هما بيخرجوا، بص اهو زي ما انتم شايفين بيخرجوا وبيدخلوا منهم، فهم مش مقفل عليهم ولا المكان حر قوي، وبيطلعوا يعني بالليل في اي وقت بطلع فيه بالليل. بصوا الفرخه حميكي تاني النهارده، في اي وقت بطلع فيه بالليل بلاقيهم بره على السطح، سايبين على السطح. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا طبعا الدكر الابيض اهو، ده اللي كان في البلكونه جوه، ده اللي كان في البلكونه هنا، وكان معاه البطايه، دول اللي كانوا جايين لنا هديه، الناس اللي سالت عليهم امبارح في البس. انا طلعته بره سبته مع النتايه المسكوفي، وهاخده دلوقتي واحده عايزاه مني سلف كده، عشان عندها كذا بطايه بتبيض وما عندهاش الا ذكر واحد. طب والبطايه الثانيه دخلتها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البطايه دي ما شاء الله، هي اللي ما بيضتش النهارده، لسه ما بيضتش النهارده. البيضه دي لقيتها امبارح، هي بيضه صغننه قوي لان اول شغل ليها، وهي برضو حجمها بصوا يعني مش اللي هو، شايفين البيضه قد ايه، البيضه صغيره قوي، بس ان شاء الله تبقى فتحة خير علينا كده منها، وبشارك جديدة منها كده ان شاء الله. هي بلدي مع تهجين من المسكوفي ان شاء الله بمشية الرحمن الخرج بتاعها، حتى هي لو بيضتها صغيرة فان شاء الله التهجين بتاعها مع ذكر المسكوفي هيخلي السلالة حجمها حلو شوية. طبعا الساجات دي اللي كنت جايبها للبطاريات انا وقفت شغل والله، وقفت كله يعني، بس الحمد لله يعني الواحد هيرجع لكم كده.
طبعا كان في حد طلب مننا اكتبي عنوان النهارده نغيب غيبتنا ونرجع بقوتنا. فبصوا انتوا تأمروا القناه دي والله لولا انتوا ما كنت هعرف ان انا ليا حباب واخوات كده زي العسل، ولولا انتوا ما كنتش هوصل للي انا فيه دوت. انا كنت منزله الفيديو وقلت خلاص محدش هيسال محدش هيتكلم. في ناس بقت تخش يوميا لما ما نزلش فيديو تخش تسال يا ندى فين الفيديو، يا ندى نزلي، يا ندى خليكي قويه، يا ندى مش عارف ايه. فربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قشة السمان بقى يا جماعه، بصوا اللي عايزه تتنضف ادي السمان. كان بصوا كذا حد كان قايل عليه وخلاص كان هيتم البيع بس في اخر لحظه الحمد لله. مش عارفه انتوا شايفينه بالشمس ولا لا. انا هخش العشه جوه دلوقتي لما اجي احط له الاكل. طبعا السلكه هنا من تحت اللي كنت حاطه فيها الكتاكيت الرومي والكتكوتين والبطايه اللي انتوا شفتوهم امبارح، نزلتهم عشان افتح معاكم البث قدامهم. وصراحه لقيتهم يعني مش مضايقني تحت في الطبق، سبتهم قلت كده كده انا سايبه الباب مفتوح هطلع الاقي الفراخ مدولينها كده، فقلت هطلع ابقى انضفها الاول وبعدين نبقى نطلع الكتاكيت بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ما شاء الله الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي الاخت بومة. في اي جديد تحتيكي؟ طيب يعني ممكن القي نظرة بس كده عشان هي، لان انا جبت البيض اللي باقي تحت الفرخة حطيته تحتها. مفيش اي حاجة تاني، خلاص كده هنقفل عليها. وكان اخر حاجه طلعتها امبارح كتكوت البط، حاطه بس الخشبه دي قاعده في عشه لوحدها بس عشان الشمس. بصوا الشمس دي تبوظ البيض، هي قدامها العلف، فانا يا دوبك هغير الميه بس قدامها. الطيور كلها هغير لها ميه، هحط لها ميه. على فكرة البطاية البسكوت دي على فكرة ان شاء الله قريب قوي هتدينا ايه بشار وفرحة حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الزغلول دوت ده كان في الجردة الفوق، الزغلول اللي هو تحت ده اهو ده اخوه، بس كويس ان هو ساب له المكان يعني عشان هو ضعيف عنقه اهو. طبعا الحمام بتاعي بقالي اسبوع انا ما بجيبش كل، فانا بدق له عيش ناشف. عايزه امسكها احميها بس يلا تعالى. طبعا نسينا الفرختين الهندي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله. طبعا هغير الميه الكل دلوقتي، هنحط لهم ميه
حلوة عندي. واحد حيران برضه، حاسه ان انا بصوا داخله جديده ومش فاهمه اي حاجه في اي حاجه. انا جبت كده حاجه كده هحط عليها من الخلطه عشان ادخل البطايه والذكر المسكوفي. بس لا انت ما كفاكيش اللي بره كله. طبعا انا كنت غاليه يا شيخ للفراخ بتاعتي، قلت اطلع لهم هم عطشانين كده احطه، بس نسيته تحت. هحطه ان شاء الله اخر النار، هحط ميه قليله دلوقتي قدامهم واخر النار بحط لهم الشيخ. الطبق الاحمر ده تاني نحط للفرخة والديك الهندي. الصحلة حاجة ان في الحر دوت تحط حاجات كلها خضرة وسوائل كده تطر على قلبهم كده. انتوا مش هحط لكم حاجه تانية بقى لما تلموا الخضره دي عشان هتنشف بقى. حلو عليكم كده. عشان الوز جعان والبط اللي معايا برضو جوه جعان. بص الوز عطشان كان رايح ناحيه الميه. تعالوا بقى ناخد دي كلها كده اهي. البطاطا رخيصة من دول والقردة كمان رخيصة، هتطر على قلبهم كده ويدعوا لك دعوة كده وهم بياكلوا، يقول الله يبارك لها طرت على قلبنا. البطاطا دي انا جايبها بتلاتة بعشرة والقردة بتلاتة بعشرة، ولو رحت اخر السوق هتجيب القردة الاربعة بعشرة كمان. بس عندنا بيبقوا ماسكين في الحاجة، والواحدة اللي بتروح بدري ما بيرضوش يتنازلوا يعني كتير في الفصال. طب ليه ليه؟
البلاستيكيه الصغيره دي كنت جايبه كالسيوم للطيور بتاعتي عشان كلها بتقلش عشان البيض وكده، فكنت بحط لهم ميه قليله في ديت مع العلاج، وبعدها بنص ساعه كنت بملى لهم الجرد اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الناس اللي مربيه وز اليومين دول، هوريكي شريط فيتامين دلوقتي، هو غالي شويه يعني، انا جايبه الشريط تقريبا يعني ب40 جنيه تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط ده بديه لدكر الوز، يعني انا اديت له امبارح حبايه، واول حبايه ممكن كان قبلها كنت مبلعاه في الصين توم، ممكن افصل النهارده او ممكن اديله توم على اخر النهار، وبكره اديله من الحبايه دي تاني. دي بتساعد ان البيض بتاعه ان شاء الله او الكسر بتاعه التخصيب بتاعه يبقى سليم 100%. يعني هوريكم الشريط دلوقتي عشان الناس اللي حابه تجيبه. انا لسه طبعا ما حطيتش ميه ولا غيرت ميه لاي حاجه. تعالوا نفتح الصيدليه بتاعتنا. طبعا ده اللي بحط منه للكتاكيت، اي كتاكيت عندك حط لها منها بالليل كده، ده للاجهاد الحراري. اهو ده شريط البرشام اللي بقول لكم عليه، اهو الناس اللي عايزه تاخده سكرين. هو ممتاز، الشريط ب40 جنيه بس الحبايه منه ب15 جنيه. لو رحت اي دكتور بيطري جبتها منه بيدوها بالحبايه كده، الحبايه بيدوها لنا ب15 جنيه. انا طبعا جبت شريط على بعضه كده ب40 جنيه، يعني ال40 جنيه متهيألي يجيبوا 3 برشامات بس من دول. فانت ريحي دماغك، اهو الناس اللي حابه تاخد سكرين الاسم اهو، اتمنى يكون واضح كده. اهو ده انا مدياله حبايتين، والحبايه الثالثه اديتها لذكر البط بتاعي امبارح. ذكر البط دوت اديته امبارح حبايه مني. طبعا انا هكسر عيش للحمام بتاعي دلوقتي، وناخد العلف عشان نحط السمان. عايزه اكتر عشان اكلس لهم العش اخر النهار. الناس اللي خدت مني بط سمان حطوه تحت حمام يا جماعه، اما تحت بط وفراخ انا ما جربتش. هو بصوا القشرايه نفسها بتاعه السمان، بصوا هي تستحمل، هي انا حساها ان هي سميكه وتستحمل تحت فرخه، بس المشكلة لما يخرج بقى، المشكلة لما السمان يخرج. الكتكوت بيبقى ضعيف جدا جدا جدا، ممكن الفرخة تدوس عليه تهرسه، فالحمام بيبقى خفيف قوي عليه. تجربتي طلعت من تحت الحمام تمام وزي الفل. Thank you.
بصوا انا كده تقريبا خلصت معاكم الروتين. انا هحط ميه للطيور بتاعتي، هكسر عيش ناشف كده للحمام بتاعي. برضو في نهايه الفيديو كده عايز اشكركم جميعا على دعمكم الدايم ليا، تفاعلكم مع الفيديوهات. بشكركم جدا جدا من كل قلبي والله. انا بصوا اي حد كتب لي كلمه حلوه او اي حد رن عليا شجعني بكلمه او باي حاجه، انا مش قادره اوصف لكم سعادتي بيكم قد ايه وفرحتي بيكم قد ايه. فيا رب يديمكم نعمه في حياتي، ومش قادر اي كلام هقوله فعلا والله بجد مش هيفوي حقكم عندي وشكركم. بصوا مش قادره اشكركم ازاي من كتر ما انا سعيده قوي بيكم، وبان انتوا اخوات فعلا بجد، وفعلا الاخوات والصحاب ما بتعرفوش غير وقت الشده. فربنا يديمكم يا رب في حياتي نعمه. هكمل انا الروتين مع نفسي بقى كده، واشوفكم على خير بمشيئه الله. بكره باذن الله نكون معاكم يوميا. وطبعا انا هنزل الفيديو دوت. الناس اللي كانت عايزاني افتح بس تاني النهارده، لو كده ردوا عليا وممكن انزلكم بس افتح لكم بس النهارده نص ساعه ولا ربع ساعه ولا حاجه كده نسلم على بعض. واللي عنده اي استفسار عايز يستفسر على اي حاجه، ف اللي عنده اي حاجه ان شاء الله وعايزين البث بتاع النهارده اكدوا لي بس في التعليقات لو عايزين البث. يلا حبايبي اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.